أعزائي الشباب، اسمعونا، هو بروجرام أو برنامج بيتعلق بقضايانا نحن الشباب أو المراهقين، واليوم نحن حنناقش قضية خطيرة كتير ومهمة كتير بالنسبة للشباب اللي بسننا. مشاهدينا في جميع أنحاء وطننا العربي الشقيق، 22 قطر من المحيط للخليج، برحب بيكم في برنامجنا اسمعونا. واسمعونا يا فكرة برنامج حبيناها كلنا، وفي نفس الوقت بيبقى أحلى حاجة بالنسبة للمذيع إنه بيجي يعلق على حاجة هو حاسسها أو عاشها ما بين الشباب. كتير قوي بنسمع كلمة بنقولها الصبح، عايزين نعمل استمورنينج أو نصطبح أو إن إحنا نهد رود زي ما بتتقال في أمريكا، أو عايزين نعمل دماغ أو نعدل الطاسة. كلام كتير جدا ومصطلحات كتيرة جدا كلها بتتعلق بقضية واحدة، وهي قضية أنا مش عايز أقول تعاطي أو إدمان، لأن ما عادش في حاجة اسمها الكلام ده. عايزين نتكلم بمنتهى الصراحة ونوصل لنقط ما كانش حد قبلينا وصل لها قبل كده، تكون كلها في الآخر بتتعلق هل موضوع الدراجز بصفة عامة أصبحت مشكلة عند الشباب، ولا هل أصبحت موضة، ولا هل هي فانتزي، ولا هي إيه بالظبط؟ دوت اللي إحنا هنعرفه النهاردة في ملف خاص اسمعونا. لكن قبل ما أبدأ عايز أرحب وبدي تحية كبيرة جدا لدكتوري، هو دكتور درس لي في الكلية وفي نفس الوقت يعني هو أستاذ علم الفارماكولوجي وفادنا كتير وجايبينه النهاردة في الحلقة، دكتور محمود، السيد محمود الرخ. وانا معتمد عليه النهارده ان هو هيكون المايسترو او القاموس اللي هنرجع له من حين لاخر لما الشباب يشدوا حيلهم قوي ونبدا نتكلم بمنتهى الصراحه ونفتح القضيه لكل مشاهدينا اللي بيتابعونا سواء بره او في الوطن العربي. يا ريت تكونوا جاهزين، عايزين ارائكم وتبداوا معانا في الكلام. اوكي، ودلوقتي رغد تقدم لنا بس يا ريت الاول قبل ما نبتدي الحديث مع الدكتور يا ريت نوقف مع التحقيق اللي بيطرح لنا القضيه بشكل عملي. نروح للتحقيق.